مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم من جديد في حلقه جديده وحلقه مميزه من برنامجكم الوطني رواد الاعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجلا مميز ومن زاويه رجال الاعمال الاكثر تميزا والاكثر نجاحا. رحبوا معي بالاستاذ محمد صاحب شركه وودي ار اللي هي ملك الاخشاب. استاذ محمد وملك الدخان، بدايه اسعد الله اوقاتك. هلا والله، اهلا وسهلا فيك. طبعا بالبدايه نورتنا عبر شاشتنا اي بي سي، وجودك لنا الشرف انه موجودين داخل المكان الخاص فيك. خلينا نعرف المشاهدين اكثر عن الاستاذ محمد وعن بدايه مشروعك في مجال الفن والحرف، كيف بلش معك؟ تفضل. والله طال عمرك انا من يوم صغير صار عندي ميول للاخشاب، كنت اسوي نقش يعني اسوي عصافير اشكال كذا، وبعدين كنت صغير فما عندي دعم. نعم. شوي 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 تركت بيني وبينك يعني في البداية. نعم. وبعدين درست في مرحلة الإعدادية والثانوية في المدرسة الصناعية. نعم. وتخصصت دبلوم خراطة، فبعدها خراطة الحديد طبعا. زين، بعد ما تخرجت من الصناعية أخذت أنا شهادة دبلوم في الخراطة. نعم. يعني في البداية كان صعب إني أنا أحصل مخرطة للحديد وبحجم كبير وحطها في البيت، ما عندي مكان. صحيح. توني متخرج من الثانويه يعني، فقمت ابحث وابحث، تعال ليش ما اشتري مخرطه خشب واجرب نفسي في الخشب. مثل الحديد بس هي مخرطه بس يعني. صح. انا حبيت يوم في وقت الدراسه ايوه حبيت المخرطه اللي هي التورنج اللي تلف يعني. فبديت رحله البحث عن مخرطه، طبعا تغلبت كثير، يمكن اكثر من 6 شهور 7 شهور ما حصلت مخرطه. وبعدين اتذكر حصلت مخرطه مش متطوره، بس يعني عشان الواحد يقدر يمشي حاله. نعم. طبعا هاي اتكلم قبل 30 سنه تقريبا. ما شاء الله. ايه مو الحين يعني. المهم فبعدين حصلت الحمد لله مخرطه، وبعدين وين الخشب الحين؟ انا حيبت المخرطه. طيب كيف تجيب الخشب؟ كيف ما عندك لسه خبره؟ ما عندي خبره ولا عندي اي حد يوجهني ولا اي حد يعطيني اي معلومات. كل اجتهادات من عندي. المهم الحين اشترينا المخرطه، حصلنا الخشب، طيب كيف تخرط؟ كيف تبدا تطلع اشكال حرفيه في هالجهاز هذا؟ بديت اسال يمين ويسار كذا، وبعدين قلت خلني اجرب، خلني اخذ هالتجربه. والحمد لله بديت اشتغل في الخراطة. خراطة الأخشاب طبعا لها مثل ما تقول مخاطر، هذا أول شيء. وأهم شيء السيفتي، واحد يتعلم طريقة السيفتي ويدارك الأخطاء وكذا. وشوي شوي الحمد لله بديت أنا في الخراطة، وبديت أنتج منتجات طبعا بسيطة، مثل أسوي مثل ملة أو صحن أو كذا. ما عندي الافكار اللي انا بعدني يعني ممكن انتج فيها وابيع. هاي كل ايام انا بعدني يعني توني متخرج من بس كهوايه حبيت وحتى تاخذ الخبره. ايوه، فانا حبيت شو اسمه، حبيت الخشب، حبيت التشكيل لما يطلع. يعني انا اتصور اني احط بلوك خشب شو بيطلع بعدين، ما كان عندي فكره في راسي انه شو بطلع عقب ما انا اخرط هاي القطعه هذه. في النهاية اشتغل عليها. طبعا بداية الخراطة كنت اخذ في القطعة مثلا 4-5 ايام، يعني كل يوم شوي 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 شوي، لين في النهاية طلع لي منتج يعني يطلع اللي شوي يقول واو فعليا. ايوه، فتشجيع من الاهل وتشجيع من الاصدقاء، وعندي وايد اصدقاء يوم شافوني انا اشتغل في الخشب فدعموني صراحة بشو بالاخشاب اللي عندهم. طبعا احنا هيك من قبل يعني ما كنا عندنا امكانيات نشتري اخشاب ونخليها عندنا، لان امكانيات ما كانت مثل هالوقت الحالي. فاللي عنده شجره في البيت مو محتاج انها قصها جابها عندي. اللي ايه حتى تستفيد منها، حتى كمان انه تصير صديقه للبيئه يعني. ايوه ايه زين. بعدين انا شو بديت استخدم الاخشاب اللي المحليه زين، وما عندي اخشاب مستورده نهائيا. نعم. اوكي، ما نعرف المصادر ولا نعرف اي شيء، بروحي عندي في البيت واشتغل في البيت. شوي 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 دخلنا في الألفية، بدينا شوي نتعلم على الكمبيوتر وعلى اليوتيوب وعلى وشوي شوي لما وصلت لهذا لما وصلنا
الليفل الليفل الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طبعا ما شاء الله عنك استاذ محمد، اكيد السمعه الطيبه الله يعني سابقا لسبب الله يسلم. فما شاء الله عنك 30 سنه من التطور والنجاح، 30 سنه من الابداع من الابتكار من المثابره على العمل، فاكيد انت متميز في هذا السوق الضخم اللي هو سوق المنافسه سوق دوله الامارات. فكيف احنا قدرنا نتميز بالرغم من انه احنا عملنا اسم ضخم خلال ال 30 سنه اللي فاتوا؟ تفضل، كيف قدرت تقنع السياح المجتمع بشكل عام المواطنين بالمنتج او الفن اللي انت بتقدمه؟ تفضل. شوف، من خلال مشاركاتي في كذا معرض وكذا ايفنتات، وانا القطعه اللي اسويها تكون مميزة ممكن حبة واحدة بس بعد ما أسوي منها. برافو عليك، هاي على فكرة نقطة مهمة كثير. أيوة حلو. فأنت لما تملك قطعة من عند محمد فمتأكد 100% أن ما حد عنده مثلها. صحيح، وأنا بدي أضيف على كلامك أستاذ محمد، لأنه في بعض الناس أنه بدي قطعة فقط لإلي. أيوة ووصلني بعد كسوفونير مثل ما تقول. نعم، طلبات كان عندي. نعم. أن أنا أبغي قطعة لي أنا فقط، ما بدي يتمم. وفعلا يعني انا في بعض الاعمال ما اصورها. نعم. انا ممكن شيء اصور. في بعض الكاستمر يقول لك والله انا محتاج قطعه لا تصورها حقي انا. عرفت؟ اي. فمره اتذكر بعد زبون قال انا عندي توقيع في البيت، توقيعه هو، ابغي شيء ملكي انا، ما ابغي حد ولا تسوي مثل سيجنتشر ابدا سيجنتشر بس. حاضر. يعني الحمد لله في هالنقطة هذه، في بعض القطع اسويها مره واحده بعد ما اسوي غيرها خلاص. انسى فرقت يعني من اول ما اللي خداها هو محظوظ يعني. صحيح، برافو عليك ما شاء الله. طبعا من قناه اي بي سي العربيه بنتمنى لك الاستمراريه والنجاح اكثر واكثر. من الناس اللي بتستاهل وبتستحق تكون ناجح بحياتها ابن دوله الامارات استاذ محمد. الان شو هي الرؤيه المستقبليه لك؟ بلشنا من نوثينج، الحين احنا وصلنا للليفل المطلوب، فاكيد الطموح ما له سقف. نعم شوف، انا والله عندي نظره مستقبليه اني افتح ورشه تدريب ادرب الجيل الناشئ. حاليا الجيل كله السوشيال ميديا والاخر طبعا، فالحرفه مطلوبه حق يعني واحد عنده باكر مستقبل انه ينتج شيء بايده هذا يرضي يعني نفسيته ويرضي طموحه يعني. صحيح. فانا عندي رؤيه ان شاء الله اسوي ورشه تدريب. نعم. وان شاء الله خير ان شاء الله. طبعا كل التقدم والنجاح لك. الله يسلمك حبيبي. بقول لك يا استاذ محمد، الان كون انت من ابناء دوله الامارات العربيه المتحده، اكيد بتعرف انه دوله الامارات رقم واحد بالعالم، تنعم. نعم. بالامن والامان. نعم. بالرفاهيه، بالبيئه الاستثماريه، ولله الحمد. ومن ثم الشكر بيرجع لشيوخنا وحكامنا الكرام لانهم لهم دور كبير في هذا الموضوع. نعم. بدنا رساله شكر من الاستاذ محمد ملك الاخشاب لشيوخنا وحكامنا الكرام. طبعا الشكر موصول لسيدي صاحب سمو رئيس الدوله نائب الشيخ محمد. اكيد. وجميع شيوخ الامارات داعمين صراحه. وفي ظل الامن والامان اللي عايشينه الحمد لله، جذب استثمار قوي. الواحد ممكن يستثمر وهو مثل ما يقول قلبه مثل ما انه. صحيح. والحمد لله والفرص موجوده والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. طبعا احنا كمان الشكر موصول من قناه اي بي سي العربيه لشيوخنا وحكامنا الكرام، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات، الشيخ محمد بن راشد ايضا نائب رئيس الدوله. الشكر موصول لك استاذ محمد لاستقبالك الرائع لنا في المكان الخاص بحضرتك. الله يسلمك. قبل نهايه البرنامج بحب اخذ منك كيفيه التواصل مع وودي ارت. نعم. من خلال شاشتنا، تفضل خبرنا كيف نقدر نتواصل. والله انا عندي حساب وودي ارت. نعم. للطلبات طبعا حسابي مفتوح وكل الاعمال موجوده. التواصل عن طريق الودي ارت، عن طريق الرسائل المباشره. نعم. وان شاء الله في الخدمه ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، كل وسائل التواصل في اسفل الشاشه لودي ارت. والحين استاذ محمد بس تعطينا 5 دقائق نستعرض للمشاهدين بعض الحرف والفنيات الموجوده داخل. حبيبي الله يحفظك. شكرا لك مره اخرى وشكرا لدعمك لهذا البرنامج. الله يسلمك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي العربيه وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.